كلنا. انا المواطن اللي بعرف ده وبجيب اكل راس المشيه بتاعتي وهي في الاخر انتاجها حجمه معين، وانا عندي راس اخرى قد تكون اغلى شويه، مش كده؟ قد تكون اغلى شويه وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان هتشتريها من بره هنستوردها، لكن ده برنامج. ده ايه برنامج؟ يا اهل الخير يلي عايزين تعملوا اعمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياه الناس، اوعى تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد ياكل او تعمل له مدرسه بس او حتى جامع. لا، البر كمان ان انا اخلي المواطن ده بدل ما بيكسب له 1000 و2000 اضاعف له الرقم، مش كده ولا؟ ده على مستوى الفرد. على مستوى الدوله هو نفس حجم الاكل ونفس حجم الميه وضعف كميه الانتاج مره او مرتين، معقول كده؟ معقول. طب ازاي؟ اللي انا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالانسان. ليه؟ لان الارض دي فاضيه. الارض دي ايه؟ فاضيه. فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي. برنامج بيتعمل وتتحط له موارده ويتنفذ. لكن التعامل مع البشر مشكله. ازاي انا اقنعه ان اللي هو بياكلها نفس الاكل واحده مثيله ليها تاني؟ قلت الكلام ده قبل كده بس انا بشرحه اكتر لان احنا لازم نعمله. طب ازاي؟ ما اعرفش. طب منين؟ دكتور مصطفى هيشيل الهم بس ما هو فيش حل تاني. اه طبعا حد يعني اخد اللي هم ال 2 مليون دول على سنه على سنتين اتبعهم وانا بعمل الاحلال بحاجه تانيه. انا ما بتكلم في بشكل بسيط جدا، انما في النهايه تقول لي بعد سنتين ثلاثه احنا غيرنا الانتاج الحيواني بتاعنا وبقت كل الرؤوس اللي موجوده. انا كلمت على اللحوم ما كلمتش على الالبان. ما كلمتش ايه؟ الالبان بقى حاجه تانيه خالص. لو ده بيعمل 7-8 كيلو برضو كده، التاني بيعمل 20-25 ويمكن اكتر، مش كده برضو؟ صح. فحتى انا بكلم مره معالي وزير الزراعه قال لي يا فندم بس هنودي اللبن فين؟ مش كده؟ قلت لي كده. أوه. قلت لك ما هو النهارده في مصانع ممكن تتعمل للبن المجفف، نوفر لمواطنينا والاطفال بتوعنا انتاج، ولما الحجم بيزيد سعره بايه؟ بيقل. لما الانتاج بيزيد سعره بيقل. انا بعد ما كنت باكل نفس الاكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زياده شويه ولا حاجه، بعد ما كنت بطلع 7-8 كيلو، الكيلو بكام؟ بقيت اطلع 20-25، ولو العمليه يعني متنظمه اكتر ممكن يبقى اكتر من كده.